قالوا يا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم
يشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء